الموتى هو أول كتاب يصدره باحث أمريكي عن علاقة الشرطة بالسجناء والمحاكم في الوطن العربي. جوزيف برود كاتب أمريكي متخصص في قضايا الشرق الأوسط قال إنه طلب من عدة دول عربية فتح أبواب سجونها له ولفريق عمل يرافقه، لكنها رفضت جميعا ما عدا المغرب الذي رحب بالفكرة. جوزيف يقول إنه وجد تطورا في علاقة الشرطة بالمواطن في المغرب، لكنه تطور لا يزال يحتاج إلى الكثير من الجهد. فكرة تخرج عن العادة هي تلك التي اختارها الكاتب والباحث الأمريكي المتخصص في قضايا الشرق الأوسط جوزيف برود، وهو يطلب من دول عربية عدة أن تسمح له بالتحقيق في عوالم الأمن الداخلية في هذه الدول، من بوليس إلى أجهزة سرية إلى سجون وقضاء. أجهزة الأمن في كل دولة عربية قوية جدا، أحيانا تخوف سكان هذه الدولة، والشفافية في أجهزة الأمن شبه منعدمة في أكثر من دولة عربية. وحدها إذن المملكة المغربية هي التي رحبت بالفكرة وأعطت لجوزيف والفريق العام المساحة حركة واسعة وفرصة الاطلاع على العالم الداخلي لجهاز يوصف بأنه يقف على النقيض الكامل من مشاعر مواطنيه في هذا الجزء من العالم. وأعتقد أن هذه التجربة في طريقها إلى النضوج، لا يزال قدام الشرطة المغربية الكثير من التقدم، ولكن حققت إنجازات معنوية. صاحب الفكرة والكتاب الذي اختار له عنوان تكريم الموتى رأى أن مغامرته في العوالم الداخلية للمغرب بين السجون والمعتقلات والحياة العامة في شوارع المدن، يعتقد أن هناك تحركا نحو الأفضل في سلوك الجهاز الأمني، لكنه يعتقد في المقابل أن ذلك لا يكفي لتشكيل صورة إيجابية لهذا العالم في بلد كانت وإلى عهد قريب توصف فيه الأجهزة الأمنية بالمفردات القاسية. وهذا الكتاب يشرح بعمق شنو هي التغييرات الحاصله في المغرب، ماشي التغييرات فقط الايجابيه وانما التغييرات كذلك السلبيه، لان دور القضاء ودور الشرطه هو دور مهم في واحد المجتمع اللي تكون فيه حقوق الانسان سائده. المغاربه من جانبهم يرون في صدور كتاب يتناول العالم الداخلي لبوليس المملكه دليلا اخر على التحول الذي يحدث بين جدرانها في الوقت الحاضر، لكنهم يؤكدون أيضا أن الصورة ليست وردية الألوان دائما، وأن بلدهم يحدث بجزئي الصورة الإيجابي والسلبي على حد سواء. الكاتب أمريكي والقصة مغربية والموضوع أجهزة الأمن في الوطن العربي، أجهزة كانت ولا تزال دائما في قلب العاصفة، وحتى عندما نزل الشباب الغاضبون إلى الشوارع فيما صار يعرف الآن بالثورات العربية، كان المستهدف الأول كل ما يرمز لقوى الأمن في هذه البلدان. رابح تلالي، الحرة، واشنطن. دخل قرار